السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذه الحصة غادي ان شاء الله تعالى في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس نهاية دالة عددية ليميت دي فونكسيون نيميريك. غادي نشوفوا مجموعة من التقنيات ومجموعة من المهارات اللي كيخليونا اننا نحسبوا هذه النهايات بطرق اللي هما بسيطة. تبعوا معنا وغادي تفهموا كيفاش كنحسبوا لا ليميت. بداية غادي نبداو بالليميت ديال فونكسيون كون اكسبون فيغ ان نومبر. ملي كنحسبوا لا ليميت ديال اف لي اكس، اكس يولي لا عدد، ماشي بلس لانفيني ماشي مو لانفيني، دونك اكس يولي لا عدد. دونك على بركة الله نبداو بالمثال الاول. دونك المثال الاول اللي عندنا لا ليميت اكس طون فيغ 3 اكس كاري موان 2x بلوس 5. نحسبوا هاد لا ليميت هادي، المرحلة الأولى، في لي ليميت، ملي كنحسبوا لا ليميت هي أننا كنعوضو x بديك لا فالور اللي كتكون عندنا. x يولي إلى 3، يعني باش غادي نعوض هاد x هذا، باش غادي نعوضوه، ب 3، يعني شنو غادي ندير؟ 3 و 6 2 ناقص 2 في 3 باش تبان لكم الفكرة، زائد 5 كتساوي 9 ناقص 6 زائد 5. دونك 9 ناقص 6 هي 3، 3 زائد 5 تعطينا 8. فوالا، دونك هنا عندنا نهاية، منتهية اللي كتسميوها نتوما ليميت فيني. نشوفوا المثال الثاني شنو غادي يعطينا. ليميت اكس طون فيغ موان 1 غاسين 2 اكس بلوس نديرو بلوس 6 بلوس 3 ولا موان 3 ولا اللي يعجبكم. دونك بنفس الطريقة، يعني الفكرة في البداية، دائما الليميت فقط اكس عوضو بديك القيمة اللي عندك. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا جدر 2 في ناقص 1 هي نديرها كاع 2 في ناقص 1 زائد 6 ناقص 3 غتعطينا جدر 2 في ناقص 1 ناقص 2 زائد 6 ناقص 3 غتعطينا جدر 4 ناقص 3 جوج ناقص 3 غتعطينا ناقص 1. دونك عطاتنا ناقص 1. مثال اخر، ليميت اكس طون فيغ 2 اكس كاري موان 4 سور اكس بلس 5 اولا نديرو بلس 2. نعوضو ونشوفو شنو غتعطينا. نعوضو اكس بشحال؟ باثنان، غتعطيني 2 مربع ناقص 4 على 2 زائد 2، جوج و 6 هي 4، 4 ناقص 4 هي 0، 2 زائد 2 هي 4، و 0 على 4 هو 0. لحد الساعة ثلاثة النهايات ما صادفنا حتى مشكل. نمشيو للنهاية الرابعة، ليميت اكس يؤول إلى 2 نفس النهاية، اكس و 6 ناقص 4، هاد المرة غادي نديرو اكس ناقص جوج. دونك بنفس الطريقه غادي نعوض اكس بهذا العدد اللي عندي هنا اللي هو جوج، سيدنا ناقص 4، اكس غنعوضوه بجوج وغتعطينا 4 ناقص 4 0، 2 ناقص 2 0. وشحال كتساوي 0 على 0؟ كاين فيكم دابا اللي كيفكر وكيقول كتساوي 1، كتساوي 0. لا، ما كتساوي لا 1 لا 0 لا 2 لا ناقص 18. 0 على 0 كنقولوا عليه ايتان فورم انديتيرميني، فورم انديتيرميني بالعربيه شكل غير محدد، فهمنا. واش كنحس، كنقول ليه بلي ان مثلا كنعوض وكنقول ليه 0 سيغ 0 وكنقول ليه فورم انديتيرميني وكندوز للنهايه وحده اخرى؟ لا، لحد الساعه مازال ما حسبنا لا ليميت، حيت السؤال كيكون واش وحسب كالكولي لا ليميت. حنا غير عوضنا وتصادفنا مع 0 على 0، ما عطاتناش عدد اللي هو اللي كنعرفوه بحال 8 بحال 2 على 3 بحال 0 على عدد اللي كيعطينا 0. لا، عطاتنا 0 على 0. شنو غادي نديرو باش نزولو هاد الفورمه ديال التيرميني؟ خص هاد الشكل ديال 0 على 0 ما يبقاش عندي. شنو غادي ندير؟ تبع معايا التقنيه وغادي نشرح لك مزيان هاد التقنيه هادي باش تضبطها. دونك ليميت اكس طون فيغ 2 ديكس كاري موان 4 سيغ اكس موان 2، نكتبو لا ليميت ديالنا ونخدمو عليها.
ليميت اكس تنفيغ دو موديل الكسر. دونك هنا التقنيه تقول هاد لا تكنيك باش غادي نخدمو. كتقول سي 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 الا كانت لا ليميت اكس تنفيغ ان نومبر دو بي دو اكس سيغ كيو اكس ايتيغال 0 سيغ 0. الا كانت ماشي اعلى راه صفر على صفر. الا كانت النهايه عندما يؤول اكس الى عدد ديال بي اكس على كيو اكس عطاتني صفر على صفر، شنو كندير؟ شنو غادي ندير؟ غادي نكتب لا ليميت ديالي، غنكتب لا ليميت ديالي بي اكس على كيو اكس كتساوي، وغادي ندير لا ليميت اكس تنفيغ ا، وغادي نحاول نفاكتوريزي. خصني نعمل داك التعبير اللي كيكون عندي انا، ولكن باش غادي نعمل نبقى عن نعمل؟ لا، خصني نعرف باش غادي نعمل. هنا كنعملو باكس ناقص ا، كنعملو باكس ناقص ا البسط والمقام. كنعمل هادشي اللي في البسط باكس ناقص ا، وهادي اللي في المقام حتى هي باكس ناقص ا، وغادي نشوفو شنو غتعطينا هنا. غادي نشوفو الامثله. دونك غادي نعملو باكس ناقص ا في البسط والمقام. علاش عملنا باكس ناقص ا وغنختزلو بها؟ حيت غادي كان الطريقه هياش هي كنعمل البسط والمقام باكس ناقص ا وكنحيدها. ولكن علاش حيدناها؟ تخيل معايا دابا الانسان كيكون فيه ورم مثلا، كيكون فيه سرطان لا قدر الله، الله يشافي جميع مرضى المسلمين. دونك كيكون فيه مثلا ورم، اشنو كيدير ورم مثلا؟ كيسبب ليه ان الصحه ديالو كتكون منهكه، التعب الشديد وما الى ذلك. حنا كنقلبو كنديرو ليه فحوصات وكنلقاو فعلا عنده واحد الورم. اشنو كنديرو باش هاد السيد انه يتعالج؟ كنحيدو داك الورم، كنحيدو الورم. نفس الشيء هنا، دونك عندي واحد المشكل اللي هو صفر على صفر. اشنو غادي ندير؟ غادي نحيد داك الشيء اللي غادي يسبب ليا او اللي كيسبب ليا صفر على صفر. شنو هي الحاجه اللي كتعطينا صفر على صفر؟ هنا هي جوج ناقص جوج، جوج ناقص جوج هي اللي غتعطيني صفر على صفر. اذا اكس ناقص ا هو اللي كيعطيني صفر على صفر، حيت ملي كنعوض اكس ب ا، الى عوضنا اكس ب ا غتعطيني ا ناقص ا صفر، وفي المقام ا ناقص ا صفر. يعني حيدنا اكس ناقص ا في البسط وحيدنا في المقام باش تكون عندنا الداله ديالنا او التعبير اللي كيكون عندنا باش تكون النهايه ديالو محدده، عباره عن عدد اللي هو معروف. دونك من بعد ما كنختزلو اكس ناقص ا، من بعد ما كنختزلو اكس ناقص ا، كنكتب داكشي اللي كيبقى ليا من بعد الاختزال وكنعوض. كنكتب داكشي اللي كيبقى ليا من بعد الاختزال وكنعوض. غادي ناخذ هذا المثال هذا. هنا شنو باش غادي نعمل؟ عندي ليميت اكس يولي الى 2، ليميت اكس يولي الى 2. باش غادي نعمل؟ فكر مزيان. قلنا هنا الا كان اكس يولي الى ا كنعملو باكس ناقص ا، هنا عندي اكس يولي الى 2. دونك فوالا غادي نعمل باكس ناقص 2، اكس ناقص 2. دونك هنا غندير اكس موان 2 فاكتور، غادي ندير اكس موان 2 عامل. عامل اش؟ هنا دابا خصني نعرف كيفاش نكمل التعميل ديالي. كاين فيكم اللي غتبان ليه متطابقه عامه، هذا ما كنهضرش عليه، ما كنناقش هذا النوع ديال التلام اللي مباشره كيعرف باش غادي يعمل. انا كنناقش دابا التلميذ اللي يلاه بغى يتعلم اساسيات، لان الفيديو موجه للجميع. دونك هنا كيفاش غادي نعمل اكس ناقص 2 وانا كتلميذ ما حافظش المتطابقات العامه وما كيبانوش ليا؟ شنو غادي ندير؟ طريقه سريعه للغايه. دونك غادي تاخذ هذا العدد الاول او اكس اس 2 غتقسمها على اكس، اكس اس 2 غتقسمها على اكس. تبع معايا شنو غتعطيك؟ غتعطيك اكس، اكس اس 2 على اكس غتعطينا اكس. ايوا من بعد غادي نقسم هذا العدد بالاشاره ديالو على هذا العدد بالاشاره ديالو. غادي نقسم العدد اللي عندي هنا على العدد اللي عندي هنا. دابا ناقص 4 نجيبوها لهنا، ناقص 4 على ناقص 2 شحال غتعطينا؟ تخي بيان غتعطينا زائد 2. دونك هنا كنديرو زائد 2 اللي هي متطابقة عامة. لتحت واش غادي نعمل اكس ناقص 2 وهي عندي؟ راه مايمكنش. دونك هنا ملي كتكون عندي، ملي كيكون عندي داكشي اللي بغيت نعمل به، مثلا بغيت نعمل باكس ناقص 3 واكس ناقص 3 مكتوبة هكا، صافي اكس ناقص 3 مكتوبة، دونك كنخليها ما كنعمل ما حتى حاجة. دونك المقام ما عنديش فيه مشكل، هو اكس ناقص 2 ديجا مكتوبة عندي. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نختزل باكس ناقص 2. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس زائد 2. دونك غتبقى لينا ماذا؟ كتساوي ليميت اكس يولي الى 2 ديال اش؟
ديال اكس زائد جوج. ثم هذه المرحله اللي قلت لكم اللي كنكتبوا داكشي اللي كيبقى لينا من بعد الاختزال كنعوضوا اكس بالقيمه اللي كتقول ليها اللي هي 2 جوج زائد جوج وغتعطينا 4. ناخذ مثال اخر باش تفهموا لي اكثر علاش كنهضر. قال لك اسيدي الاستاذ حسب لي لا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 ديكس كاري بلس 4 اكس بلس 3 سور اكس بلس 1 ولا 2 اكس بلس 2 سور 2 اكس بلس 2. وغادي نحسبوا غادي نعوضوا عادي نعوضوا عادي دونك نعوضوا بناقص واحد شنو تعطينا؟ ناقص واحد مربع ناقص واحد مربع زائد 4 في ناقص واحد زائد 3 على ماذا؟ على 2 في ناقص واحد هي ناقص 2 زائد 2 شحال تعطينا؟ تخي بيان غتعطينا 0 على 0 حيت 1 ناقص 4 ناقص 3 زائد 3 دونك غتعطينا 0 على 0 اللي هو فورم انديتيرميني شكل غير محدد. كيفاش غادي نحيدو؟ نطبقو التقنيه. غادي نعاود نكتب لا ليميت ديالي اكس كاري بلس 4 اكس بلس 3 سور 2 اكس بلس 2 اتيغال ليميت اكس تونفير موانز 1. شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو باش فكر لي ثواني وجاوبني باش غادي نعمل اي اكس ناقص شي حاجه ناقص اش اكس ناقص ناقص واحد ناقصها ديال القاعده اكس ناقص ناقص واحد شنو غتعطيك؟ غتعطيك اكس زائد واحد. يعني هنا خصني نعمل باكس زائد واحد هادشي اللي في البسط ونعمل اكس زائد واحد هادشي اللي في المقام حيت اكس زائد واحد ما مكتوبهاش عندي هنا مزيان. هنا ملي كيكون عندك عدد سالب اكس يقول الى عدد سالب كتعمل باكس زائد اكس زائد داك العدد مثلا ناقص واحد كدير زائد واحد الى عندك زائد واحد كدير ناقص واحد كتقلب ليه الاشاره. كيفاش غادي نعمل دابا هادي بطريقه سريعه؟ الحدوديات من الدرجه الثانيه كاينين ثلاثه طرق للتعميل كاينين ثلاثه طرق. كاين عندنا ديسكريمينون دلتا كاين عندنا لا ديفيزيون كليديان وكاين عندنا واحد الطريقه اللي الاغلبيه فيكم ما دارهاش في البروغرام السانكيان او لي بروف ما تطرقوش ليها هي لا ميثود هورنر. طريقه هورنر هي اللي كتكون اسرع من كاع الطرق اللي كاينين. دونك هنا ما غاديش نوضف طريقه هورنر لان عندي غير حدوديه من الدرجه الثانيه. هادشي اللي غادي نشرح لك دابا هادشي اللي غادي نشرح لك والخطوات اللي غادي نديرو صالحين فقط في حدوديات من الدرجه الثانيه ماشي الثالثه والرابعه والخامسه فقط الدرجه الثانيه. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هذا العدد الاول شفتو اكس اس 2 غادي نقسمو على اكس غادي ناخذ هذا غادي نقسمو على هذا اكس اس 2 مقسوم على اكس شحال نجيبوها لينا اكس اس 2 مقسوم على اكس غتقول لي غنختز دو اكس تبقى اكس مزيان غادي نكتبها انا وغادي نمشي ناخذ دابا لا كونستونت نكتبو بالاحمر العدد اللي كاين هنا بالاشاره ديالو مقسوم على العدد اللي عندي هنا شحال غتعطينا؟ غتعطينا زائد 3 مقسوم على زائد 1 شحال يبقى لينا؟ زائد 3 فوالا وهاني عملت بقى لي دابا التحتانيه. التحتانيه ماشي حدوديه من الدرجه الثانيه باش نطبق نفس الفكره هي حدوديه من الدرجه الاولى والحدوديه من الدرجه الاولى الا ما كانتش مكتوبه مثلا بحال هكا بغيت نعمل باكس ناقص 2 الا ما لقيتش اكس ناقص 2 مكتوبه هكا فقط كنعمل بالعدد اللي حدا اكس شفتون هنا غادي نعمل فقط هذه ب 2 دونك مضروب في ماذا؟ في 2 هنا عاديه ما فيهاش اشكال حدوديه من الدرجه الاولى. دونك غادي نختزل دابا اش نختزل؟ غادي نختزل هذه اكس زائد 1 مع اكس زائد 1 ونكتب داكشي اللي كيبقى ليا نكتبو داكشي اللي كيبقى لينا من بعد الاختزال غتبقى اكس زائد 3 في الفوق ولتحت غتبقى 2 اون فوا كنختزل كنعوض دونك غادي نعوضو دابا اش اكس بناقص 1 غتعطيني ناقص 1 زائد 3 على 2 3 ناقص 1 هي 2 على 2 عطاتنا 1 دونك بهذه الطريقه هذه باش كنحيدو هذا الفورمان ديال التيرميني. ولكن حنا لحد الساعه شفنا التعميل ديال اش حدوديه من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه شفنا الطرق السريعه في التعميل كيفاش غادي نديرو الا كانت عندنا حدوديه من الدرجه الثالثه او المتطابقه هامه اللي فيها اس 3 حدوديه من الدرجه الرابعه والخامسه واش غادي نديرو نفس الطريقه؟ لا غادي نشوفو طريقه واحده اخرى اللي هي طريقه هورنر. نخليكم مع المثال اللي غادي يجي من بعد.
دونك المثال الموالي، المثال الموالي اللي غنخدموا عليه هو ليميت اكس يولي الى 1 اكس طون في 20 5 اكس على بويسونس 4 بلس 2 اكس على بويسونس 3 موان 4 اكس موان 3 سور اكس على بويسونس 3 موان 1. نعوضوا يعني المرحله الاولى دائما خصني نتاكد بعدا قبل ما ندير التعميم نتاكد بعدا واش عندي فورمان دي تيرميني. دونك 5 زائد 2 7 7 ناقص 4 3 ناقص 3 0 1 يس 3 1 ناقص 1 0 فوالا. دونك عندي الفورمان دي تيرميني. الفورمان دي تيرميني انا عارف شنو غادي ندير كتلميد عارف باش غادي نعمل، ولكن كيفاش غادي نعمل هنا فين كيكون المشكل. دونك زائد 2 اكس 3 ناقص 4 اكس ناقص 3 نكتبوا لا ليميت ديالنا على اكس 3 ناقص 1 تساوي ليميت ديما من مور تساوي كتب ليميت حتى كتبغي تعوض ما كتكتبهاش. دونك هنا انا كتلميد عارف باش غادي نعمل، غادي نعمل قال لنا الاستاذ غادي نعمل باكس ناقص 1 اكس ناقص 1 مزيان ما مكتوبش عندي هنا اكس ناقص 1 هي غادي نديرها عامل راه ماشي غادي نجيب هذا ونعاود نكتب لا لا غنمشيو نديرو القسمه ديالنا ولا نديرو التعميل ديالنا عاد نجيو نحطو النتيجه هنا نفس الشيء اكس ناقص 1 عامل. كيفاش غادي نعمل دابا حدوديه من الدرجه الرابعه بطريقه سريعه؟ اكيد كاين اللي غيقول لي بالقسمه الاقليديه لا ديفيزيون اقليديه، ولكن لا ديفيزيون اقليديه الا كانت دوغري 4 ودوغري 5 كتدي لنا شويه الوقت غتدي لك ميم با واحد 5 دقائق هادشي الا كنتي كتقنع وكنتي سريع، وإلا غلطتي فشي عذر تما بقيتي. هنا غادي نخدمو بطريقة هورنر، طريقة هورنر غادي ناخد هادي ياك غادي نكتبها هنا باش نعرفو فين خدامين. جوج إكس أوس 3 ناقص 4 إكس زائد ناقص 3 كتساوي أنا بغيت نعمل بإكس ناقص 1. شنو كنديرو في طريقة هورنر؟ كنرسمو واحد الجدول، كنرسمو واحد الجدول. دونك ها هو الجدول اللي غادي نخدمو عليه، كتكون عندنا واحد الخانة على برا مزيان. هاد الجدول هذا كنقسموه لعدد من الخانات. شنو العدد الخانات اللي كنديرو فيه؟ هو الدوغري، عدد الخانات هو الدوغري ديال البولينوم اللي كتكون عندي زائد واحد. شنو هو الدوغري اللي عندنا هنا؟ هو ربعة، الدرجة ديال الحدودية ربعة، إلا زدنا ليها واحد خمسة، إذا خمس خانات، خمس خانات. نقسمو بعدا الجدول ونشرح لكم شي حاجة. دونك الخانة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، خمسة. الى عندنا الدوغري جوج مثلا ديك اللي درنا قبيلات الطياره كتخدم بالجدول الا بغيتي. الدوغري جوج شحال من خانات؟ ثلاثه. عندي الدوغري اربعه، خمسه الخانات. عندي الدوغري خمسه، سته الخانات، وهكذا. باش غادي نعمروا هاد الخانات هادو، هاد الخانات اللي الفوق كنعمروهم بالمعاملات، المعاملات ديال الحدوديه اللي بغيت نعمل. اشنو كنقصدوا بالمعاملات؟ لي كويفيسيون هما لي النومبر اللي كيكونوا حدا هادو، هاد خمسة وجوج وناقص ربعة وناقص ثلاثة. بداية بعدا اشنو هو الدوغري اللي عندي؟ الدوغري اللي عندي هو ربعة، دونك إكس أوس ربعة قبل منو إكس أوس ثلاثة، قبل منو إكس أوس اثنان، قبل منو إكس، قبل منو لا كونستونت. راه ماشي كناخدو هادو كنخدمو بيهم، لا لا، أولا بعدا خصني الترتيب نكتبو من أكبر دوغري حتى لأصغر دوغري بالترتيب إكس أوس ربعة إكس أوس ثلاثة إكس أوس اثنان إكس كونستونت. ثم كناخدو لي كويفيسيون. هنا اكس اس 4 شنو هو المعامل ديالو؟ 5. اكس اس 3 المعامل ديالو 2. اكس اس 2 ما كايناش هنا، دونك المعامل ديالها كدير بلاصتو صفر. ملي ما كتكونش شي حاجه انت باغيها ما كاين ما مكتوبهاش هنا كدير في الخانه ديالها الصفر. اكس شنو هو الرقم اللي حدا اكس؟ هو ناقص 4. شنو هو الرقم اللي بوحدو؟ هو ناقص 3 اللي هي لا كونستانت. ثم هاد الخانه اللي خارجه على برا شنو كندير فيها؟ كندير فيها العدد اللي كيكون عندي في الليميت. اكس يولي الى 1 غادي ندير فيها 1، اكس يولي الى ناقص 2 غندير فيها ناقص 2. هذا العدد اللي كاين هنا كنكتبوه هنا 1 على بركه الله. دونك غادي نبداو الجدول ديالنا من القيمه المنعدمه صفر وغنساليو بصفر، خصني نبدا بيه ونسالي بيه. ركز معايا، هاد الخانات هادو كنعمروهم بالزايد، يعني هذا زايد هذا كنكتبوه هنا. بغيت هادو اللي الوسط كندير هادشي اللي عندي هنا كندير الضرب في هاد العدد وكنكتبو هنا. ركز معايا، خمسة زائد صفر شحال؟ خمسة. خمسة في واحد خمسة، خمسة زائد اثنان سبعة، سبعة في واحد سبعة، سبعة زائد صفر سبعة في سبعة زائد صفر سبعة، سبعة في واحد سبعة، سبعة ناقص أربعة ثلاثة،
3 في 1 3 3 ناقص 3 0 ضروري خصو يخرج لك في النهايه صفر. الا ما خرج لك صفر هنا عارف بلي عندك شي مشكل في الحساب او لا ان نسيتي واحد من المعاملات ما خديتيهمش. دونك كناخذ جميع المعاملات ميم هادو اللي ما فيهمش اللي ما مكتوبينش هنا كانوا كندير بلاصتهم الصفر ضروري الترتيب، ثم كنجمع هذا مع هذا كنبدا به كيعطينا هذا، كنديروا الضرب في واحد كتعطينا 5، كنزيدوا ليها جوج كتعطينا 7، في واحد كتعطينا 7، زدنا ليها صفر كيبقى نيت 7، الا ضربنا في واحد تعطينا 7، نقصنا 4 3، ضربنا في واحد 3، نقصنا 3 0. نتمنى هنا الفكره تكون وصلت لكم. دونك هنا الدوغري 4 شنو غيكون في الخارج ديال هذه القسمه هذه؟ الدوغري ديالها شحال يكون كيساوي؟ دائما في القسمه الاقليديه ملي كنقسموا على اكس ناقص ا الدوغري كينقص، الحدود ديال الاصليه فيها اس 4 الخارج ديال هذه القسمه غتكون الدوغري ديالو 3، يعني هنا غيكون اكس اس 3 قبل منه اس 2 قبل منه اكس قبل منه الثابته، هذه الخانه ما كنعتبروهاش. يعني شنو هو الجواب؟ شنو هو الخارج ديال هذه القسمه؟ 5 اكس اس 3 زائد 7 اكس اس 2 زائد 7 اكس زائد 3. غير الصدفة تلاقيناهم كلهم موجبين، أعداد موجبة، ممكن يكون واحد فيهم سالب، نفترضوا مثلا عندي ناقص 7، غندير ناقص 7 إكس، يعني كناخذ العدد بالإشارة ديالو. الأولى حيدناها، ندوز دابا للثانية، إكس أس 3 ناقص 1. المهم هادي راه الخارج ديالها هو، راه كتبتو ديجا. نمشي دابا لإكس أس 3 ناقص 1. حنا عارفين بلي خصنا نعملو بإكس ناقص 1، هادي راه متطابقة عامة، ولكن الأغلبية ديال الكلام ما ضابطينش المتطابقات العامة. دونك شنو غادي نديرو؟ باش نتجاوزو هاد الصعوبة هادي فقط غادي نديرو الطابلو وغادي نخدمو به. استغفر الله. المهم هاد الطابلو نتوما ترسمو بالمسطرة، أنا كنرسم غير بيدي، توصل الفكرة وصافي هذا هو اللي كيهمني. دونك هنا أشنو هو العدد اللي كنحطو في هاد الخانة الخارجية؟ راه ديجا قلت لكم على العدد اللي في الليميت، يعني غنحط واحد. ثم هنا كنشوف الدوغري اللي عندي شحال، الدوغري 3 يعني شحال من خانه؟ قلنا ملي كيكون الدوغري 3 4 الخانات، دونك الخانه الاولى الثانيه الثالثه ثم الخانه الرابعه، وكناخذ ليكويفيسيون هادشي النتيجه كنمشي لهادي. شنو هو الدوغري 3؟ دونك اكس اس 3 اللي قبل منه واخا ما كاينش هنا، اكس اس 2 اللي قبل منه اكس ثم لا كونستونت. شنو هو العدد اللي حدا اكس اس 3؟ هو واحد. اكس اس 2 ما كايناش، ما كايناش اكس اس 2 دونك بلاصتها كنديرو صفر، اكس ما كايناش حتى هي دونك بلاصتها كنديرو صفر، دونك هنا لا كونستونت هي ناقص واحد. وهنا كنبدا بالصفر وخصني نسالي به، دونك واحد زائد صفر واحد، واحد في واحد واحد، واحد زائد صفر واحد، واحد مضروب في واحد وحيد، واحد زائد صفر وحيد، واحد مضروب في وحيد واحد، واحد ناقص واحد غتعطينا صفر. الدوغري هنا هو 3، هنا شنو غيكون الدوغري؟ اكس اس 2 هنا اكس وهنا لا كونستونت، هنا لا كونستونت، يعني شنو غيكون الجواب؟ واحد اكس اس 2 اللي هي اكس اس 2 زائد واحد اكس زائد لا كونستونت اللي هي واحد. هذا هو التعميل. دونك هاني عملت لبسط المقام اكس ناقص واحد، غادي نختزل بهاد اكس ناقص واحد وغادي يبدو يساوي الليميت إكس يولي إلى واحد، خمسة إكس أس 3 زائد سبعة إكس مربع زائد سبعة إكس زائد 3 مقسوم على إكس أس 2 زائد إكس زائد واحد. مرحلة التعويض بطريقة مباشرة، إلا عوضت إكس بواحد راه غتبقى لي هنا خمسة في واحد خمسة زائد سبعة 12 زائد سبعة 12 زائد سبعة 19 زائد 3 22. لتحت غتبقى لي واحد زائد واحد جوج زائد واحد 3. دونك النتيجة النهائية 22 على 3. نتمنى أن الفكرة توصل لكم وأن الطريقة تفهموها وتستوعبوها، ولكن 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 هاد الطريقة الله يرضي عليكم راه كتخدم فقط فاش؟ ملي كتكون عندي حدودية على حدودية، حدودية على حدودية، واخا وإلا عندنا جدر، إلا عندنا فونكسيون إيغاسيونيل دالة لا جدرية، يعني واخا عندي الكسر عندي جذور مربعة، كيفاش غادي نتعامل معاها؟ واش غادي نعملو بنفس الطريقة؟ لا، غادي نشوفو طريقة واحدة أخرى، تبعو معايا وغادي تفهمو. دونك بما أننا كنخدمو النهاية في عدد،
يعني لا ليميت كونيكستون فيغ ان نومبر. دونك بغينا نشوفو هاد النهاية هادي. عندي جدر اثنان اكس زائد ثلاثة ناقص ثلاثة على جدر اكس زائد واحد ناقص جوج. المرحلة الأولى دائما قبل ما تشوف شنو غادي دير هو التعويض، حيت ممكن تكون كتحسب ديريكت. نعوضو دونك جدر جوج، نعوضو اكس بشحال؟ بثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة، فقط اكس هو اللي كيتعوض، ناقص ثلاثة على جدر ثلاثة زائد واحد ناقص اثنان. شحال تعطينا؟ جوج في ثلاثة ستة زائد ثلاثة جدر تسعود ناقص ثلاثة، جدر ثلاثة زائد واحد جدر ربعة ناقص جوج، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، جوج ناقص جوج صفر. فورما دي تيرميني. الأستاذ قال لنا عملوا بإكس ناقص أ، واخا الله يسخر إكس ناقص ثلاثة باش غادي نعملو، ياك هادي هي الفكرة. ولكن واش ممكن نعمل، واش ممكن نعمل بجدول، واش ممكن نعمل بالديسكريمينون؟ لا لا لا، داكشي اللي شفناه في الاول، في الجزء الاول فقط خاص بالحدوديات، بولينوم ما فيهمش لي غاصين بولينوم. هنا كنطبلوكا بالتعميل، يعني ما كنقدرش انني نعمل، كنطبلوكا بهاد لي غاصين هادو، ما كيخليونيش انني نعمل. شنو غادي ندير؟ خصني نحرر، خصني هاد جوج اكس زائد ثلاثة تخرج من داك الغاصين. كيفاش غادي تخرج؟ كاين فيكم اللي غيقول لي غادي نرفعو الاستثناء. هذه هي الفكره، ولكن ماشي، ما عندناش شي طريقه اللي كتقول لك اجي مباشره نحطو الاستثناء. ما كايناش شي قاعده تقول لك ديروا الاستثناء هنا والاستثناء هنا والاستثناء هنا والاستثناء هنا، دونك ما كايناش. اتفقنا؟ هذه الطريقه ما كايناش. كاينه طريقه واحده اخرى اللي هي اش الضرب في المرافق باش نكونوا متطابقه تامه. هذه الطريقه هذه وكيفاش غادي نجاوبوا على هذه النهايه، هذا هو اللي غيكون الموضوع ديال الفيديو ديالنا المقبل ان شاء الله تعالى، اللي غادي يكون في القريب العاجل. نتمنى ان هادشي اللي درنا في الجزء الاول يفيدكم وتعرفوا كيفاش تحسبوا النهايات ملي كتعطينا، خصوصا ملي كتعطينا الفورمان دي تيرمينو 0 سور 0، يعني ملي كتعطينا صفر على صفر وكنخدموا بالحدوديات. و هاد النوع ديال النهايات اللي كتعطينا كذلك صفر على صفر وخصنا نعملو غادي نشوفوها ان شاء الله تعالى في الفيديو المقبل. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش وقت ما نحط الفيديو تكون انت السباق انك تفرج فيه، وشي كومونتير يكون زوين الى استفدتي من هذا الفيديو هذا، وكيف ديما بارطاجي مع صحاب باش حتى هما يستافدوا. شكرا لكم، الى لقاء اخر.